لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ليه؟ إن الحمد واحد، اثنين والنعمة، ثلاثة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الأصل. مناط التسليم تحطيم الأصنام، مناط التسليم أن تتكسر الأوثان التي في القلوب. الوثن قد يكون طاغوتا حقيقيا ماديا، شجر، بشر، قمر، شمس، وقد يكون الوثن فكرة، فكرة مؤدلجة أو هوى مبطن يتزرع به الإنسان لرد الشرع. فهذا وثن يجب أن يكسر في القلب قبل أن يكون في الواقع. لذلك الهوى إله يعبد مع الله عز وجل. فيقول العبد معلنا لمن تلبيتك، لبيك أي أطعتك وأنا مقيم على طاعتك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أي هذا الإذعان ما كان ولا يكون إلا لك. المؤمن لا ينحني ظهره إلا لله، ولا تخضع جبهته إلا لله، ولا يذعن إلا لآمر واحد. ليه؟ ثلاث أسباب. قال إن الحمد، إيه معنى الحمد؟ حمد أي الثناء العظيم الذي لا يستحقه غيرك يا رب، الوحيد الذي يحمد لذاته الله. يحمد يعني يثنى عليه. أنا ممكن أثنى عليك عشان عملت شيء معين، عندك فضل معين. الذي يحمد من كل وجه ولذاته رب العالمين، فيحمد على شر بالنسبة للعبد. يبقى العبد أصابه شر، مصيبة، بلاء، ابتلاه الله تعالى بفقد ولده، خد منه أعز ما يملك. تخيل، أخذ منه أعز ما يملك في الدنيا، ولده، ومع ذلك يثني على الله. يثني على الله بإيه؟ لأن الله تعالى الخير كله بيديه والشر ليس إليه، فلا يصنع الرب الشر المحض، لذا وجب إذعانك له. باقي الناس قد يفعلون الأشياء عبثا، أما رب العالمين فتجلى عن ذلك. إن الحمد والنعمة، نعمة أي كل فضل بيد الخلق منه تبارك وتعالى. قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، لم يعطيك أحد من الخلق ذرة، ليس لجهة شراكة مع الله فيك. اعلم هذا، ليس لأحد قط شراكة مع الله فيك، لا في خلق ولا في تدبير ولا في رزق ولا في ملك. أنت صنعته، أنت وما تملك محض فضلك. إن الحمد والنعمة لك والملك، الملك كله له، لا شريك لك لبيك. لذا جاءت التلبية والإذعان له فقط، فلا مقارنة مع أمره وأمر غيره، ولا مع نصه ونص غيره. فإذا نصت جبهات العالم نصا يخالف نصه فموطنها تحت الأقدام. النصوص التي يجب أن ترفع نصوص الشرع، وما غيرها فموطنها تحت الأقدام. هكذا هو.